الطلاب ستراكشر مره اخرى وعلى الريبليكيشن. يعني هتكون هاي محاضرتين مدموجه، من تتعبون او شيء يمر الوقت ناخذ فد بريك هالشكل سريع ربع ساعه 10 دقائق ونكمل. تمام دكتور. هسه هاي اعاده ان المولكيولار ديوكسيريبونيوكليك اسيد از ذا ماتيريال اوف انهيرتنس، قلت لكم هو الطابوق اللي ينطينا التريت اللي هي صفاتنا. انفلوس وات يعني اثر على شنو؟ All aspect of structure and function of the human body. إذا التركيب وأيضا الفانكشن الشغل مالها. A single molecule of DNA وهي الassociated protein اللي بالعملية أنا أعطيتكم إياها إنه هو الهيستون، ما ردت أعيدها وتتراكم عليكم مادة. شي كون إنه يكون إنه البروموسوم إلا الهيستون، يعني الهيستون ينطي عليه 20 محاضرة. الكروموسوم وير لوكيت وير they are located where in the nucleus of a human cell with the exception of red mature red blood cell. وهاي ال 23 كروموسوم نعرفها. شنو الجين؟ الجين هي الفانكشنال يونت اوف جينيتك انفورميشن ذات ريسايد اون ايتش اوف ذا 23 بير اوف ذا كروموسوم. ذيس يونت ار لينير سيكونسز اوف نيتروجين بيزز ذات كود فور ذا بروتين. هي تسلسلات خطيه واحد جنب الآخر، أو يعني طبعاً هي أكو بيهم DNA مبعثر. وشنو كود فور؟ هاي كلمة كود فور تشفر لي أو بيها معلومات إيش صنع البروتينات المهمة. The genetic information المعلومات الوراثية اللي جبناها من أمنا وأبونا contain within إيش the chromosome. شي صار لها is copied and distributed to a newly created cell during cell division. طبعا الخلايا في انقسام دائم، لما يكون جنين هو لازم ينقسم. تذكرون بالعملية قلنا شلون يظل تنقسم تنقسم انقسامات سريعة حتى تكون. أيضا الخلايا بالجسم تستهلك، مثل بعض الخلايا مو كل الأنسجة قابلة للتجدد، أكو خلايا تنقسم وأكو خلايا ما تنقسم. الخلايا اللي تنقسم وهي عددها بالملايين لازم دائما يصير لها DNA replication. فإحنا لازم ننسخ هاي المعلومات، ننسخها بدقة. أي خطأ يصير بيها يصير عندنا ميوتيشن. نرجع على واتسون وكريك موديل. جيمس واتسون وفرانسيس كريك إلوسيديتد استنتجوا شكله، استنتجوا المولكيولر ستراكشر التركيب الجزيئي للدي ان اي استخدام اكس راي ديفراكشن كولكتد باي روزاليند فرانكلين اند موريس ويلكنز. طبعا روزاليند فرانكلين كانت متوفيه وقت منح جائزه نوبل، بس هم استخدموا معلومات، هي بقت سنين عندها المعلومات وتصور بس ما قدرت تتخيل شلون شكله. الى ان جيمس واتسون وفرانسيس كريك استنتجوا شكله واخذوا عليها جائزه نوبل. شنو proposed the double helix؟ شنو هو؟ A twisted spiral ladder consists of two long chain wound around each other. سلسلتين طويلتين طبعا متعاكسين بالاتجاه، واحدة مرتبطة بالأخو القواعد النيتروجينية. بيش مرتبطين بالأواصر الهيدروجينية؟ هاي قلت لكم تتخيلوها مثل السلم، لما تجي تلزم السلم هذا الحديد تحط رجلك على إيش؟ على هاي نسميها إحنا بايات. هذا السلم شنو؟ هذا السلم هو الأواصر الهيدروجينية، مكان ما نحط رجلنا، مكان ما نلزم إيدينا ونطلع لي فوق. هذا هو شنو؟ هذا الشوغر والفوسفات جروب اللي مرتبطة مجاميع الفوسفات بفوسفودايستر بوند. هو DNA composed of each repeating unit، ملايين وملايين القواعد النيتروجينية. Each nucleotide قلنا متكونة من إيش؟ من نيتروجين بيز وديوكسيريبونيوكليك أسيد وشوغر. Two nitrogenous bases positioned side by side، واحدة بجنب الأخرى، هاي بالتتابع الخطي، واحدة مقابل الأخرى بالنسبة للقواعد الهيدروجينية. ودائماً البرايم يسمى انه النهايه خمسه، ذا فيفث برايم كربون، كل وحده متصله ويا شنو؟ ويا الثيرد كربون اوف ذا نيكست ديوكسيريبوز شوجر. هاي مرتبطه بنفس بنفس السلسله، بس بالسلسله المقابله راح يصير لنا شنو؟ راح ينطينا اواصر هيدروجينيه اللي هي اساس قوه شنو؟ قوه الدي ان اي. تخيلوا لو هو شريط واحد كان يتعرض لاي مؤشر ويصير بيد للطفره، اي اي ستريس على الخليه، اي ضربه، اي اشعاع، اي تلوث كيميائي. بينما ملايين وملايين الاواصر الهيدروجينيه.
حتى نعطيها لفرانكلين حقها. هذا فتشي يعني هو للاطلاع هذا بس حتى تعرفون شلون اجى عن طريق هو سوى الدي ان اي البلورات وحاولوا بعدة الطرق ينقون الدي ان اي. وحتى من يعرضوها للأشعة تنطينا فد شكل، فهي من شكل الحيود هم يعرفون فلان شكل ينطينا حيود كذا، فمن هذا استنتجوا البنية الحلزونية مو هي واتسون وكريك. هسه شلون نقرأ الدي ان اي؟ دي ان اي از ريد ان سبيسيفيك دايركشن، انه هو ينقرف فد شيء خاص اتجاه خاص. شلون يقول just like letter and words in English language are read from left to right، شلون ينقرأ من اليمين لليسار؟ each end of DNA نهاية مالته بها رقم، رقم ايش؟ هذا الرقم تابع لايش؟ تابع لذرة الكربون بالديوكسيرايبوز شوغر. فشي يسموها الفايف برايم النهاية رقم خمسة، والاذر اند النهاية الاخرى هي الثلاثة. طبعا واحد مقابل له واحد بالاتجاه، يعني اذا اول شريط من ثلاثة إلى خمسة المقابلة من خمسة إلى ثلاثة. وأكو تفاصيل إحنا من طبعاً ما نتعمق بيها. هاي كاردافرور أيضاً هذا حتى نعرف أنه دائماً الأدينين دائماً يصير بأواصر هيدروجينية ويا الثايمين، ودائماً السيتوسين ويا الجوانين. كاردافرور سوى فد أناليسز وشاف أنه دائماً نسبة الأدينين تساوي نسبة الثايمين بالكائن الحي المعين. طبعا نسبه الادينين والثايمين تتغير من كائنات الى اخرى. هذا فيما يخص شلون يعني واتسون وكريك باستخدام كارغاف رول، قوانين كارغاف وباستخدام الصور اللي اخذتها فرانكلين قدروا يتوصلون ليش لبنيه الحلزون المزدوج. خلصنا من الدي ان اي، كنا بدنا نحكي على اليوكاريوت يعني حقيقية النواة. عندنا كائنات أخرى هي شنو؟ هي البروكاريوت، كائنات بدائية النواة ما بها نواة طبعا، بها منطقة اسمها نيوكليويد زون يعني في مكان بس ما بها غشاء. البروكاريوت سيل لايك ما لايك ذا نيوكليوس يعني ما بها نواة، بينما نعرف كلتنا اليوكاريوت لا احنا عندنا أنوية. هي بها جروب اليوبكتيريا والأركيبكتيريا، هاي البكتيريا القديمة اللي كانت من الكائنات البدائية اللي تعيش على سطح الأرض. Bacteria are independent cells capable of performing many diverse functions. Their DNA is packed in a chromosome that occupies the center of the cell. هذا الكروموسوم، كروموسوم واحد دائري في أحيان نادرة جدا يكون خطي، ويشغل مركز نواة الخلية البكتيرية. أيضا بها بنفس الوقت بها DNA، قطع دي ان اي دائريه صغيره اسمها البلازميدات، بها في الجينات دائما مميزه البلازميدات، هوايه تستخدم بالبايوتكنولوجي لما يريدون ترانسفورميشن اوف بكتيريا راسا يدخلوا لها بلازميد. طبعا مع استخدام شلون بالله يساعد استخدام المضادات الحيويه، راح شنو راح يولد لنا ريزيستنت بكتيريا تكون difficult to kill، يعني تكون مقاومة لإيش؟ لكل أنواع الأنتيبايوتيك. اللي ما عنده فكرة شلون تقاوم الأنتيبايوتيك هي إيش راح تسوي؟ راح هي راح يكون عندها فد إنزيم يكسر هذا الأنتيبايوتيك، غالباً تنتج إنزيم يحلل الأنتيبايوتيك فما يقدر يكون سام، هو الأنتيبايوتيك يوقف العمليات الحيوية اللي بجسم البكتيريا أو يوقف انقسامها. كنا الدي ان اي اللي بالبروكاريوت هو شنو؟ سنجل سيركولار موليكيول كولد بكتيريال كروموسوم، وايضا ما بها هيستون، بها هيستون لايك، وبها ايضا ار ان اي موليكيول يعني مشابهه، يعني هي كل هذا المبدا المسنجر ار ان اي، ونفس الاليه بالانقسام، وهم بها راح امر على الانزيمات المسؤوله على الانقسام. تذكرون من أخذ تو سيل سايكل؟ طبعاً أخذنا الجي 1 والإس والجي 2. طبعاً أطول مرحلة هي شنو؟ مرحلة الدي إن إي سينثيسيس. ليش؟ لأنه مو بس لازم يصير كوبي لكل المادة الوراثية، ده نحكي بخصوص الإنسان، مو بس إحنا لازم نصنع نضاعف المادة الوراثية حتى نوزعها بالعدل بين الخليتين، لا، لازم نتأكد أنه صار كوبي دقيق وما بي مشاكل وما بي إيرور، لأنه أي إيرور يكون أحياناً فيتال، وأحياناً يكون بناء يعبر هذا الإيرور، وأحياناً لا.
شنو هاي العملية؟ هاي العملية الدقيقة اللي هي تكاد تكون أساس الحياة. إيش تستلزم؟ تستلزم ميني إنزيم أند كوفاكتور، وتحصل أثناء الأسفيس، وهو الدي إن إي سينثيسيس، أو هو بالواقع يضاعف نفس الدي إن إي، دي إن إي ريبليكيشن. من أهم صفات، يعني هاي الشيء كلش مهم أنه نعرف أنه هو السيمي كونزرفاتيف، شبه conserved، محافظ عليه، because each daughter cell in double in DNA double helix is composed of one conserved old strand and one newly synthesized strand. يعني واحد قديم وواحد جديد متمم له، هو نفس معلوماته لكن جديد، لذلك يسموه semi conservative. هسه الجزء الهائل او يعني اللي به هوايه معلومات هو شنو هو الانزيم involved in DNA replication. طبعا الانزيمات تقوم بدور حيوي، بدون الانزيمات ماكو كائن حي، ما اكو صناعه، ما اكو اي شيء. فمنو الهيرو، البطل اللي هنا أنا الشخصيه الرئيسيه بالدي ان اي ريبليكيشن، انزيم اسمه الدي ان اي بوليمريزز. هنا دا نجمع لانه اكو عده انواع من البوليمريز، بس ما اريد نشتتكم بالتفاصيل. هي هاي الماده يعني صعبة، بس يراد لها خيال ويراد لها حفظ، بس لازم نعرفها، وخصوصا انتم لازم تعرفوها. One of the key molecules, chief molecule in DNA replication is the enzyme DNA polymerase. DNA polymerases are responsible for synthesizing DNA. They add a nucleotide one by one to the growing DNA chain, incorporating only those that are what complementary to the template. يعني هاي هو مو يجي يضيف عشوائي، لا، يجي يقرأ أكو أدنين حط أدنين، أكو ثايمين حط ثايمين، يعني بمنتهى الدقة. طبعا يعني يجوز راح تاخذون لاحقا بالبايوكيمستري الإنزيمات، وشوفون دورها الحيوي بجسم الإنسان، وهسه الصناعات المليارات والفلوس الحقيقية تجي من الإنزيم تكنولوجي، لأنه يستخدموها إنزيم، هي يستخدموها كعلاجية. These enzymes are essential to DNA replication and usually work in pair, creating two identical DNA strands from single original DNA molecule. عندنا واحد راح يصير اثنين ويشتغلون in pair، يعني واحد راح ينفصلون الـ DNA helix، راح ينفصل شوية شوية وراح يقرأ من واحد ينطينا اثنين. During this processes، خلال هذه العملية شو يسوي DNA polymerase؟ Reads the existing DNA strand to create two new strands that match their existing one. Also perform what? Proofreading and error correction. Proofreading هو proofreading يعني التدقيق النحوي أو تدقيق إملائي. فهو من يجي ورا ما يضاعف يرجع مرة أخرى يقرأ، الآن يضيف الصح، أنا خليت أدنين مكان الأدنين، إذا هو غلطان رأسا يوجه يجي في الإنزيم يقطع يسوي لها كات لهذه، ويجي وهو يخلي واحدة صحيحة بدالها ويرجع يلصق. هسه راح تشوفون فتشي يشبه شنو، يشبه لما نشتغل إحنا بالوورد أو حتى بتليفوناتنا، من نسوي كوبي وبيست راح وكات وبيست وكوبي وبيست، راح يشوفون هنا ايش راح يصير. شنو خصائص الدي ان اي؟ مع ان هذا الفد انزيم رائع وعظيم، لكن ايضا بيفت شغلات، هو يعني دا تنحل بالخلية، بس شغلات مواصفات يعني محيرة. DNA polymerase can only attach new DNA nucleotide to an existing strand of nucleotide. يعني شنو معناها هذه؟ ما أعرف إذا أنت وياي أو ما أكو مشكلة تقولوا لي شنو معناها. ممكن طلاب واحد منكم يتطوع يقول لي. دكتورة بس قطع الصوت، يعني إيش تريدين يشرحون بالضبط؟ DNA polymerase can only attach new DNA nucleotide to an existing strand of a nucleotide. هاي أول من أول، هاي أول جملة لغاية النقطة. حتى أتأكد أنتوا وياي، يعني خفت نايمين أنا وبعدكم ما متريقين أو فتشي. نعم دكتورة.
يعني دكتورة حسب اللي فهمته إنه هذا الإنزيم حيقدر إنه يجيب قواعد نيتروجينية إلى الشريط نصف شريط دي إن إيه موجود أساساً، فهو حيكمل على هذا الشريط. أحسنت، شو اسمك يعني؟ مريم بهنام. مريم بهنام، إي مريم. صح. هذه صفات أنه هو ما يقدر شنو، ما يقدر يسوي شيء، نقول إحنا نسمي الانيشيشن cannot initiate the depolymerization of nucleotide. لازم اكو شيء بادي وهو يجي يكمل، انه هو ما يبدي، ما اكو، ما يسوي شيء بالبدايه بس هو يجي يكمل. اذا مر عليكم تفاعل البرمره التسلسل للبي سي ار بوليمريز تشين رياكشن، وهم امنا بالدي ان اي بوليمريز نسميه تاك بوليمريز، مخذي من بكتيريا اسمها ثرموس اكواتيكاس، هاي البكتيريا مقاومه للحراره، فشي يسوون فالجهاز هالشكل اللي يريد يشوفه يجيني للمختبر وأنا أشوفه البي سي آر وأشتغل قدامه حتى إذا يريد تجربة يجي يعاوني بلكي. المهم هذا دائما نحط شيء اسمه برايمر في الستريتش من الدي إن إيه، فد من 20 إلى 25 قاعدة نترو يعني سينثيتيك مصنعة صناعية، وهو يجي الدي إن راح تجي هاي البرايمرات طبعا متممة تسلسل معين بالدي ان اي يريد نكبره، وراح يجي الدي ان اي بوليمريز مثل البطل يكمل لي هاي القطعه اللي انا حاطه لها بدايه. اوكي، ليش هو ما يقدر انيشيشن؟ لانه دائما يحتاج افري 3 او اتش جروب نيسيسري فور ذا دي ان اي بوليمريز. دي ان اي بوليمريز كان كاتالايز فوسفودايستر بوند، يسوي طبعا اونلي وين من between free three prime hydroxyl group and five phosphate group of a free nucleotide. هسه مر عليها بس فشي لحظة ثواني منكم استرخص طلاب. عفوا ايه، هسه نكمل، هسه نرجع مرة أخرى، احنا راح نرجع على الدي ان اي بوليمريز بس وراء هذا السلايد أو البعده، فرح نأخذ الإنزيمات الأخرى المهمة جداً، رح نأخذ منه البرايميز. البرايميز يجي يحل لنا المشكلة مع DNA. Provide what? Provide the starting point for DNA polymerase to begin synthesis of a new strand. يعني رح يجي البرايميز DNA برايميز رح يجي يسوي لنا بداية، يضيف كم قاعدة ويجي وراء رأساً DNA يكمل. Remember that DNA polymerase need three prime OH group that can and cannot initiate the addition of a nucleotide. شنو DNA primase is an enzyme involved in the replication of DNA and is a type of RNA polymerase. Primase catalyze the synthesis. يعني شو يسوي لنا catalyze، يعني يحفز أو يسوي لنا هالتفاعل المعين. شو يصنع لنا short RNA segment called a primer complementary to single-stranded DNA. هذا يمكن مصطلح جديد single-stranded. ليش؟ لأنه إحنا double helix حتى نجي يصير له replication لازم تفتح تتكسر الأواصر الهيدروجينية، وهسه راح نشوف الإنزيم اللي يسويها. هذا كله شغل إنزيمات. Primase is of key importance in DNA replication because no known replicative DNA polymerases can initiate the synthesis of DNA. قلنا ما يقدر يبدي التفاعل، هو يكمل. بس ينضاف الـ DNA يجي عفواً هو RNA primer راح يخلينا كم قاعدة هي RNA متممة لتسلسل، وراح يجي فوراً الـ DNA prime فوراً يرتبط ويسوي لنا شنو؟ يسوي لنا elongation، يبدي يقرأ أدينين يضيف يضيف إلى أن يكمل. وراها راح يجي إنزيمات أخرى تشيل هذا البرايمر مال الـ RNA وتستبدله بـ DNA. زين، شلون راح ينفتح الحلزون المزدوج؟ راح يشتغلون على هاي العملية إنزيمين الـ DNA helicase والtopo isomerase. ناخذهم بالتفصيل ولا تخافون من الأسماء، راح تحفظوها. يمكن أنا حافظة أسماء هاي الإنزيمات أكثر مما أعرف أسماء قرايبي، خصوصاً إذا قرايب كل واحد عنده خمس جهال فأكيد ما ينحفظون أسماءهم. شي يسوي؟ serve to unwind the double helix at the replication fork. هسه راح ناخذ شنو replication fork، so don't panic. شي يسوي؟ they divide the two strand. هذا راح يجي
دي ان اي هيليكيز ويكسر لنا الاواصر الهيدروجينيه ويفصل مؤقتا شريط الدي ان اي. هو يشتغل ويا منو؟ ويا التوبو ايزوميريز. التوبو ايزوميريز هنا أنا او يسموه الدي ان اي جايريز بالبكتيريال انزيم، اثنينهم يشتغلون على هذا الشيء انويندينج ذا دي ان اي. التوبو ايزوميريز شنو؟ every cell has enzyme that increase or decrease the extent of DNA unwinding واسمها التوبو ايزوميريز. اسم من جاي؟ التوبو ايزوميريز من الطوبوغرافيا، شلون طوبوغرافيا الارض، هذا جبل، هذا سهل، هذا شكل الدي ان اي، يقلل او يزيد منه. هو غالبا يسوي له unwinding وراح يفك هنا بحالة الريبليكيشن، وراح يقلل من ايضا من الهيستون دنسيتي، يقلل من كثافه الهيستون. تخيلوا الدي ان اي يصير له ريبليكيشن وهو هو هو بنفس الوقت ويا هيستون، بس احنا دنفك مؤقت، تفك الخليه مؤقتا وتضعف الدي ان اي وترجع على شكلها السابق. الدي ان اي كلامب كريتيكال كومبوننت، هذا فتشي مو انزيم، هذا الكلامب فد نوع من البروتينات. عندنا نوعين، هي هاي يسموها الريبليكيشن فاكتور، هاي الفاكتورات ويا الانزيمات دائما تشتغل. وعندنا ايضا هذا الاس اس بي اللي هو سنجل ستراند بايندينج بروتين. المهم الدي ان اي كلامب هو فد شيء مهم، العمل الدي ان اي بوليمريز شو تسوي؟ الدي ان اي بوليمريز حجمه كبير، فهي هاي تجي تلزمها مثل الشلابتين وتمنعها من الديسوشيشن، او يعني ما تخليه ينفصل، وتسحبه ايضا حتى يصير التفاعل سريع. الدي ان اي لايجيز هذا في الانزيم الكوبي بيست، هنا البيست. دي ان لايجيز از سبيسيفيك تايب اوف انزيم فاسيليتيت ذا جويننج اوف دي ان اي ستراند توجذر باي كاتالايزنج ذا فورميشن اوف فوسفودايستر بوند. دي ان هذا اللي يعني راح يلحم لنا قطعه دي ان اي بدي ان اي، مو اللي يكون الأواصر الهيدروجينية. الأواصر الهيدروجينية هي تتكون من حالها لأنه هذه كيمياء. شلون الميكانيزم of DNA ligase is to form two covalent phosphodiester bond between three hydroxyl and five hydroxyl. وش اسمه؟ طبعا هاي العملية تكوين الأواصر دائما تستلزم طاقة، هي ياخذوها من الـ ATP. أصور هذا آخر واحد single strand binding prevent re-annealing. هذه بروتينات راح تجي تسحب الدي ان اي، هسه نشوفها بالصوره، راح شنو تمنع re-annealing، اي تمنع تكون الاواصر الهيدروجينيه. مو شغل تذكرون قلنا الهيليكيز والتوبو ايزوميريز اللي فكت لنا اياه، فهو ممكن يرجع، بس هاي تجي تلزمه وتمنعها من ايش؟ انه يرجع مرت اللوخ annealing يسموها. هنا هسه نبدي بيها الـ first step of the process involved in the breakage of the hydrogen bond that hold the DNA strand together. أول شيء راح نجي شلون أول شيء يفتح الباب، فأول هي الهيليكيز يبديها على منطقة اسمها origin of replication. هسه ناخذ سلايد خاص عنها. لما ينفصل الـ DNA راح يعطينا مثل شكل الـ Y-shaped structure referred to as the replication fork، يعني مثل الشوكة راح يصير شكله. هسه الصورة توضح لنا يصير وين؟ يصير بالريبليكيشن بالريبليكيشن بوبل راح يصير، لأنه هو مو كله راح ينفتح الدي ان اي. الدي ان اي تذكرون من قلنا أنه هو كل كروموسوم، إذا فكينا الدي ان اي وسوينا بخيط عدة أمتار طوله، فهو راح يصير فتح للدي ان اي بمنطقة معينة. طبعا أتمنى لو أكو صبورة ولو ارسم لكم اياها كلش العمليه تصير اسهل، بس هسه انا شفت لكم حل بدل ما ارسم لكم، واني بصراحه رسمي سيء بس هو يفهم، بس ما حلو من الناحيه الفنيه. المهم حليت لكم اياها هاي المشكله. هسه راح اعرض لكم فيديو دقيقتين يعوض عن هوايه كلام. قبل ما نجي لهالسلايد خلي ارجعكم على هاي الصوره. General diagram of the process of DNA replication showing the major enzyme and protein that are involved in this process. شوفوا هذا الـ Y shape، شكل الـ Y لأنه هذا خط، وهنا اثنين انفتح، وهذا الـ replication fork، وهذا الـ strand اللي
يسموه ليدنج ستراند واللاجنج ستراند. الليدنج يعني اللي متقدم او اللي مستمر القائد، واللاجنج المتاخر او اللي يجي ورا الليدنج. المهم التالي خلينا نقول لا نظلمه، نظلمه عفوا. وهنا عندنا الاوكازاكي فراجمنت. هسه راح ناخذ شلون طريقه التضاعف بتكون بهالشكل. نرجع للسلايد بس ذكروني اخاف انسى. طلاب لحد هالنقطة أحد عنده سؤال، عنده استفسار؟ السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. بس من فضلك ممكن تعيدين الجزء مال primase الإنزيم؟ ما فهمتوني كثير. أي يعني البرايميز شو يسوي؟ أشوف الصورة عفوا على شكل البرايميز. هذا البرايميز شغله، قلنا الدي ان اي صح هو يضاعف وسريع واكيوريت وبتدقيق نحوي وتدقيق املائي، ولمن يغلط يصلح، لكن بنفس الوقت ما يقدر يبدي عمليه تضاعف الدي ان اي، لانه هو ما يقدر يبدي. شلون حلت هالخليه؟ حلتها انه جابت انزيم اسمه البرايميز. هذا البرايميز شو يسوي؟ راح يجي، شوفي هنا أنا. شوفين الشكل، راح يخلي لنا RNA primer، راح يضيف قواعد متممة لهذه. والDNA دائما يشتغل من اتجاه من 5 إلى 3، تذكروا قلنا الـ 5 prime والـ 3 prime end، الـ end مال حسب رقم ذرة الكربون. فهذا شغل البرايميز، بس يبدي ويوقف ويجي الDNA polymerase يسوي، يسموها elongation، يمشي يضيف يضيف. وهذا الهيليكيز هنا تشوفوها هاي الصورة، شلون ده يمشي ويكسر الأواصر الهيدروجينية. هاي الدوائر الحمر، هاي شنو هذه؟ هاي single strand binding protein، هاي اللي تفتحها تبقي مفتوح، وهذه ال DNA clamp، هاي اللي لازمة البوليمريز. أوكي واضح يعني؟ واضح دكتورة. دكتورة بخصوص هاي الأرقام 3 و5، يعني هذه نهايات ال DNA. احنا نشوف هنا كان اكو سلايد يقول مثل ما احنا نقرا الانجليزي من اليسار الى اليمين، العربي من اليمين الى اليسار، مو صح؟ من نكتب عربي راسنا نروح على اليمين، من نكتب انجليزي نروح على جهه اليسار. الدي ان اي بوليمريز يقروه بنهايه 5 ونهايه 3. ودائما هذا الشريط تشوفوا اللي عليه المؤشر، اذا هذا من 3 الى 5 هذا المقابله من 5 الى 3، لانه هذول الشريطين صح واحد متمم لك، بس واحد هو لازم يكون متمم، لازم يكون معكوس بالاتجاه، مو صحيح؟ ما واقفه بنفس اتجاهه، اذا بنفس اتجاهه ما ترهم. احد عنده سؤال عيني طلاب؟ السلام عليكم دكتوره. اكو صوت. دكتورة قطع الصوت. عجب انقطعاني، دا اسمع هسه نرجع لمرة الاخت. بس يعني تخيل تعني صوت الفيديو لين كلش كان ناصي. والله شلون اعلي اني معلي صوت اللابتوب، بس هسه من هنا لحظة هسه اشوف اني راح ادزلكم الفيديو. قلت لكم اني كنت اتمنى لو ارسم لكم اياها، هاي الشغلة صح تستغرق وقت بس تفهموها جدا اكثر، بس
مدى يعني ما ممكن أرسم هسه، فحاولت أعوض عنها بهذا الفيديو، طبعاً كلش مفيد. بس قولي إذا فاد أنه أنا رفعت كل الأصوات اليوم. تمام تمام. يعني هسه أتمنى هذا الفيديو بدل رسمي اللي ما قلت لكم هو من الناحية الفنية مو كلش قوي. نعم دكتور. دكتور بكل حالات إنه هو الرابط الفيديو نشره زميلنا سيامد على الشات، يعني الطلاب وشرونه على اليوتيوب هسه. ها يعني نفس الجول شو اسمه؟ إيه نفسه. هي يعني هاي ال 3D كلش مفيدة، يعني هاي مسائل الموليكولر ما نقدر نشوفها، فلازم احنا نتخيلها، هذا يساعدنا انه نتخيلها ونفهمها. اكيد دكتور. يعني انا هم اقدر انطيكم انزلكم الفيديو، او اذا لقيتوها هي ماكو مشكله، لانه حتى اشيل هذا السلايد ليش صرعتكم من انطيكم المحاضره حتى لا تخسروا النص ورقه. هسه تحبون نكمل لو تاخذوا لكم فد هيك استراحه لو كيفكم. All the DNA strand together. راح أول شيء راح نكسر الهيدروجين بوند. منو قلنا يجي؟ قلنا يجي DNA helicases اللي هو single strand binding protein، أيضا الساعدة هذا راح يفتح وهي راح تلزم الشريطين مال DNA، لأنه بسرعة تتكون الأواصر الهيدروجينية، أواصر قوية وسريعة بسرعة تصير.
هاي البروتينات تفتحها من الجوانب تظل لازمته، والهيليكيز يفتح وراها رأسا راح يجي منه قلنا البرايميز راح يسوي لنا ار ان اي برايمر، وبعدين يجي الدي ان اي بوليمريز يسوي لنا الونجيشن. وين يصير هذا الدي ان اي ريبليكيشن؟ راح يصير بالريبليكيشن بابل بالسلايد اللي ورا، بس هنا أنا هاي توضح لنا شلون هي دائما انتي بارالل، يعني واحد عكس الاخ، الخمسه مقابلها ثلاثه، وهاي النيو ستراند اللي متكونه عندنا تشوفوها هنا. كوبينج must be carried out with speed and accuracy. ايش قد يستغرق؟ يستغرق 8 ساعات بالخليه الحيوانيه. Is carried out by a cluster of protein together altogether to form a replication machine. يعني هي بروتينات وانزيمات راح تقوم بعمليه التضاعف. هنا أنا واضح الشكل شلون هاي النيو ستراند والاولد ستراند تبقى، فلذلك قلنا هو سيمي كونزرفاتيف. DNA double helix is very stable, many hydrogen bonds weak on their own are very strong together. يعني هي الخلية الرابطة وحدة قلت لكم تكون ضعيفة بمفردها، لكن من أنت عندك ملايين الأواصر الهيدروجينية. إيش راح يصير أول ما يبدي؟ راح نسميه هذا replication origin، هاي replication bubble مثل الفقاعة، وراح يصير بها التضاعف باتجاه معين قلنا من 5 إلى 3. The replication origin are marked by particular sequence of nucleotides that شنو bind to initiation protein. أول ما تجي initiation protein هاي اللي تبدي لنا التضاعف اللي هي topoisomerase والhelicase have stretch شنو تكون AT rich. ودا أسألكم واي حتى تفكروا ليش إحنا دي نجي على نقول AT rich، هاي المنطقة اللي يبدي بها التضاعف، لأنه الأدينين والثايمين يرتبطون بأصرتين هيدروجينيتين بينما الجي والسي بثلاث أواصر، فيكون الفتح مالهم أسهل. قلنا leading strand واللاجنج strand بالفيديو هم شفنا شكله. The process of DNA synthesis differ from the two strand because it is an antiparallel structure، واحد معاكس للثاني. بالنسبة للليدك ستراند يكون باتجاه واحد، بينما اللاجك ستراند راح يكون على شنك، يعني قطع من الدي ان اي بسبب الاتجاه. وطالب سألني قلت له لأنه ماكو مساحة، هسه بالشكل الصور يساعد هواية، هسه أطلع لكم الصور. شوفوا هذا الليدك ستراند هذا راح يكون باتجاه واحد ومستمر، كل ما مال هيليكيز والتوبو ايزومريز يفتحوا لنا جزء من الدي ان اي راح يتقدم بدون، لانه الاتجاه يساعده. بينما باللاجنج ستراند ايش راح يصير؟ راح يضيف لنا قطع فقط قطع صغيره، ودائما يسوي لنا برايمر من الار ان اي ويجي دي ان اي بوليمريز، بس بالنهايه يجي انزيم الاكزونيوكليز راح يشيل لنا هاي الار ان اي برايمر ويبدلها بدي ان اي قطع دي ان اي، ويجي اخر شيء لايجيز ويسويها جزء واحد، يسوي لها جوينينج. شنو هي السرعة دي ان اي ريبليكيشن؟ ايش قد سريع؟ is relatively fast to process، عملية سريعة. The DNA polymerase is able to add a new nucleotide at the rate of around 50 base per second. Rarely يعني بشكل نادر a replication error occurred. ايش وقت هذا occur؟ من واحد بكل 100 مليون base، يعني تخيلوا 100 مليون مرة يشتغل صح ومرة واحدة يخطأ، يعني هذا يدقق أحسن من كل بس الكمبيوتر يمكن ينافسه. Making the sequence of the bases in the new strand different from the parent strand. طبعا but if the error does occur the cell has repair enzyme that actually fix it. A replication error that persists is a mutation. هو يرجع الدي ان اي يصححها، بس اذا سهى عن الدي ان اي راح يصير عندنا mutation. هو شنو الميوتيشن؟ A permanent change in the sequence of the bases. قلت لكم احنا من نحكي على الدي ان اي دائما هو شنو؟ هو sequence تسلسل معين،
وبعدين بالمحاضرة الجاية رح ناخذ الجينيتيك كود، إنه هاي ليش نعرف شنو هاي الشفرة الوراثية، هل هو كل الدي إن إيه شفرة وراثية رح نشرحها بالتفصيل. A mutation is not always bad things. A mutation may introduce variability by producing a new allele that alters the phenotype. بعض الميوتيشنات هسه مثلاً العين الزرقاء هي ميوتيشن صارت، لذلك نادرة يكون أليل متنحي جداً. Such variabilities make you different from your neighbors and human different from other animals. إنه الفاريابيليتي تعدد. هسه نجي على الستيغما ريبليكيشن. أول شيء هذا الجايرز أو التوبو أيزومريز والهيليكيز راح يجي شنو أنويندينج، شلون راح يكسر لي الأواصر الهيدروجينية ويصرف طاقة طبعا، وراها راح تتكون لي شوفوا هنا سينجل ستراند بايندينج بروتين، هاي مشلبة بالدي ان اي لأنه بس تفتحها ايش راح يصير؟ راح رأسا يسوي انيلينج، راح يجي هاي رأسا تتكون أواصر هيدروجينية ويخرب شغل الهيليكيز والتوبو ايزوميريز. يجي هنا البرايميز والبوليمريز راح يضيف لنا ال RNA primer، وتذكروا دائما ال DNA polymerase ما يقدر يسوي initiation، ما يقدر يبدي، بس يقدر يتمم يكمل، راح يقوم بدور جبار بس ما يقدر يبدي به لأنه يحتاج 3OH free 3OH prime. وهذا هنا نشوف المساحة الصغيرة باللاجك ستراند، فيجي البرايميز وراح يكون لي قطعة صغيرة، وعلى ما ينفتح ويكمل فترة راح يجي يضيف قطعة أخرى حسب المساحة اللي موجودة، يعني الإكسبوزد سينجل ستراندد دي ان اي. هاي الأوكوزايت فراغمنت، لأنه قلنا شوفوا هنا تكون عملية يسموها ستريت فورورد، دائما دا يشتغل من 5 إلى 3 حتى لا تتوهمون من الأكبر إلى الأصغر يشتغل. فهنا أنا خلى الـ RNA primer ومشى DNA polymerase، بشوف هنا الـ RNA primer عافتي هنا كم خلية راح يعوفها، وهي هاي اللي راح نحكي لاحقا عن التيلومير والتيلوميريز. هاي السلايدينج كلامب هاي اللي مشلبة بالـ DNA وحتى ليس بلا dissociation ما يتفكك من مكانه. وآخر شيء راح يجي، راح يجي DNA ligase ويسوي joining لقطع DNA ورا ما تنشال الـ RNA primer وتستبدل بـ bases DNA bases. هذا الفيديو شرحناه. راح نجي على DNA synthesis بالبروكاريوت. Bacteria have a single circular loop of DNA that must be replicated before the cell divide. In some circular DNA molecule replication move around the DNA molecule in one direction only, مرات باتجاه واحد. And other replication occur at two directions. هاي من انقسام سريع كلش، راح هاي ينقسم وهذا نفسه اللي جديد هم يرجع ينقسم حسب الطاقة الموجودة والغذاء اللي موجود بالبكتيريا. المهم هي تنقسم كل 20 دقيقة، فلذلك قلت لكم مرات تنقسم مرتين، بس هو دائما هاي تذكرون هاي ريبليكيشن بابل بالهيومن اكو، لانه الكروموسوم طويل يصير عندنا عده ريبليكيشن بابل بالبكتيريا واحده فقط. هسه راح نحكي على التيلومير. هذا البعض قال هذا انزيم الشباب وراح ياخذون التيلومريز من القنديل البحر لانه هذا ما يموت ومن هالسوالف، بس هاي العمليات متلكئه، يعني احيانا العبث بالخليه الانسانيه دائما يسوي ديزاستر، وفي حالات نادره جدا ما يسوي ديزاستر. المهم التيلومير فانكشن باي بريفنتينج كروموسوم فروم لوزينج بيس بير سيكونس ات ذير اند. هاي الاطراف التبس الاطراف، شلون تخيلوا اطراف اصابعنا هاي اطراف الكروموسوم، هي دائما منطقه نون كودينج ما بيها جينات، اللي هي تقول شنو تحمي الكروموسوم من الكسر من فقدان البيس بير. تيلومير ار سبيشاليز ريبيتيتيف دي ان اي سيكونس، تكرارات مرتين تلو اخرى. ات ذا اند اوف ذا لينير كروموسوم اند اسوشيتد بروتين ذات سيرف تو مينتين ذا انتجريتي اوف ذا كروموسوم، تحافظ عليه.
تذكرون من قلنا شنو؟ أنه DNA polymerase possess two unusual features. They synthesize DNA only in 5-3 direction. They cannot initiate the synthesis. These two features pose a problem at the three end of the linear chromosome. هذه راح تسوي لنا مشكلة بال three end فقط، مو بال five. شنو هي المشكلة؟ أنه هاي المنطقة راح يفقدها لأنه بال three ما يكفي، أنه ماكو place، ماكو مكان كافي حتى يشتغل البرايميز ويضيف لنا ار ان اي برايمر. راح تبقى منطقه صغيره ما ممكن يشتغلون عليها، فعاده هاي يسموه الثري اوفر هانج، يعني يبقى هالشكل فتشي مثل المسمار. فدائما تجي الاكزونيوكليز تقصها الا لو ايش صار، الا انه يجينا التيلوميريز. المهم لينير يوكاريوتيك كروموسوم هاف تيلوميرز ات بوث اند ذي تيرم telomere refer to the complex of telomeric DNA sequence and bound protein. هو شوفوا هذا الـ 3 over hang، هاي كم قطعة ما أكو مجال أن يقعد عليها الـ RNA polymerase ويسوي لنا RNA primer وضاعفها. فدائما هاي المسافة الـ 3 over hang هذا إحدى مشاكل عملية التضاعف، إلا لو منو حلها قلت لكم شون solve the shortening problem، أنه الخلايا من تقصر كروموسوماتها تضاعف ورا تضاعف تضاعف ورا تضاعف، راح يصير عندنا قصر، والخلية راح يصير بها هي الميكانيزم الدفاعي أنه هاي الخلية صارت غير صالحة، راح تسوي أبوبتوسيس. ما أدري إذا مر عليكم أو لا، اللي هو بروجرام سيل ديث، الخلية تقتل نفسها بنفسها، تنتحر لأنه هي بعد ما ممكن تشتغل. Therefore, if this problem is not solved, the linear chromosome becomes progressively shorter in each round of DNA replication. راح تقصر، وهي مسؤولة عن شيخوخة الأعضاء البشرية. هي منطقة التيلومير تقصر. إيش راح يصير؟ راح قلنا هو يحمي نهايات الكروموسوم، راح يصير تصحر، راح تروح هاي الطبقة الحامية وراح تتكسر. فقبل ما تتكسر الخلية تسوي apoptosis. The cell solved this problem. شلون حلت الخلية؟ By adding DNA sequence to the end of the telomere. راح تضيف هاي نفسها repetitive اللي موجودة بالتيلومير راح تنضاف. بس ايش تستلزم specialized mechanism؟ منو دائما الأبطال اللي حلونا المشاكل؟ الإنزيمات. فراح يجي إنزيم شو اسمه التيلوميريز. هذا راح يشرح يسوينا. Telomerase contain protein and RNA. The RNA is complementary to the DNA sequence found in the telomeric repeat. This allows the telomerase to bind to the three overhang. هو راح يجي يرتبط بال three overhang. هاي القطعة قلت لكم مثل المسمار هيجي ظلت و single stranded. فهي أول تالي من single stranded، يعني ما أكو شيء متمم إلها، الجزء الآخر التمم، فراح يصير راح تنقطع. هو هذا التسلسل TTAGGG، هاي كلها تيلومير TTAGGG. The enzyme is a protein and RNA complex called telomere terminal transferase. هو هذا التيلوميز، هذا اسمه الطويل، اللي يريد يحفظ اسم التيلوميريز بس، واللي يريد يحفظ هذا terminal transferase. The resulting telomerase added شي خلينا DNA sequence complementary to the mutated RNA sequence at the end of the telomeric protein. راح يجينا معقد. This telomerase is specialized from reverse transcriptase that carry out its own RNA template to direct DNA synthesis. هذا راح يخلينا RNA مثل شلون قلنا RNA primer، وبعدين راح يجينا انزيم هو عدة subunit، يكون من عدة وحدات، راح يحولها عملية الريفيرس ترانسكريبتيز، يعني من RNA راح يحول إلى DNA. هي هالشكل لازم من نضيف RNA وبعدين نرجع نحوله. شلون هناك ضفنا RNA primer وبعدين إجا وراء الإنشال وتحول إلى DNA، هنا بنفس الآلية راح يضيف RNA basis وبعدين يستبدلها DNA. The human genes expressing the telomerase protein and the telomerase-associated RNA are active in germ cell but are turned off in most adult tissue. هي الجيرم سيل تبقى تشتغل يعني بالجونات، فلذلك يكون very active، لأنه وبقية الخلايا اللي ما تضاعف إلا بشكل نادر، يعني بعض الخلايا اللي مثل عندك الكبد مرات كل سنتين، فمش يكون turned off، ما يشتغل التيلوميريز.
However, these genes are replicate are reactivated. يصير لها activation. رح نأخذ الجين activation لاحقا. And most human cancer cells. شوفوا سلاح ذو حدين. حتى يتضاعف لأنه ما ممكن أن تضاعف خلية كروموسوماتها قصيرة. فشنو بالكانسر شاد دائما الكانسر يسوي reactivation للتروميريز ويرجع يصنعه لأنه هو required من إيش أنه تستمر للخلية. تستمر بالانقسام. فش هسه كنوع من علاج الكانسرات انه الانهيبيتر اوف هيومن تيلوميريز حتى تريتنج كانسر تعرفوا الكانسر ويعالجوهم بالاشعاع يعالجوهم علاج جيني وايضا يسوون ريبليسمنت ثيرابي وانزيم ثيرابي واحيانا يعكسون الابيجينيتيك هاي اتمنى يتسع الوقت وناخذها. في الكانسر انت عده انواع من العلاج يعني احنا ما نعرفها بس اكيد راح تعرفوها لما تتقدمون بالدراسه. يسوون انهيبيشن الايش للتيروميريز اللي هو نفس الوقت هو شنو هو هذا الانزيم السلاح ذو حدين. Telomerase activity is regulated in response to various biological factors and system including stress hormone. لما يكون الإنسان عنده stress ما يشتغل عنده telomerase. Oxidative stress الجهد التأكسدي يعني the free radical ونسبتها جد موجودة بجسم الإنسان. هاي the free radical تعرفون هاي اللي تكون جذور حرة تكسر الDNA تكسر الRNA تكسر البروتينات واللي سببها شنو الإشعاع سببها التلوث سببها هذا الجنك فود الغذاء الغير صحي هذا كلش خصوصا هذا اللي شو اسمه هذا الكنتاكي يسوي له ديب فراينج فيصير درجة حرارة الزيت 300 درجة مئوية تخيلوا 300 درجة مئوية يكون كلش بفري راديكال هاي منها كلها تطب على جسمنا تخرب الدنيا وترفع لنا الجهد التأكسدي إلا أكو إنزيمات إنزيمات الجهد التأكسدي أوكسيديتيف ستريس إنزيم هي اللي تجي على الإنزيم الحر تلزمه وتسوي له دي أكتيفيشن. فلا تاكلون كنتاكي اذا كل شيء يعجبكم كل شهرين اكلوا مره. مهم decrease in telomerase activity may explain why telomeres shorten faster under pathological condition. ما يشتغل التيلوميريز pathological condition يعني بحاله عدوى والتهاب بالجسم فيصير الكروموسومات تقصر بكل تضاعف راح يجي هذا الثري اوفر هانج ينقص فتدريجيا يقصر الكروموسوم حتى يقدرون يحددون عمر الانسان من قصر التيلومير اللي بيه. Telomerase is probably not a factor in determining the differences in aging rate among species بين الأنواع ما نقدر نقول. بس التيلومير shortening from the absence of telomerase activity may be factor in determining some age related properties of organ in a human. يصير شيخوخة للأعضاء قلت لكم الخلية من كلش يقصر بها الكروموسوم يصير لها apoptosis اللي هو البروجرام سيل ديث. Reactivation of telomerase could be useful in some factor of cell therapy and does not appear to present a problem with safety انه احنا بنشتغل بسيفتي. However, activation of telomerase removes the barrier to continuous group of developing cancer. Lack of telomerase activity provides a tumor suppressor function. فمن عندك خلية سرطانية انت توقف التيلوميريز هاي ما راح تقدر تضاعف الكروموسومات مالتها قصيرة اكو دائما فد رقابة على الخلية اللي تمر بانقسام. Good luck end of lecture. اتمنى انه ما تكون محاضرة يعني مريعة او صعبة ان تشوفوها بس هي بس لانه بيها هواية اسماء جديدة ما مر عليكم قبل. هسه الاسئلة اللي عنده اي سؤال او طلاب عندكم سؤال ما عندكم سؤال شو سكتوا له